بقى نشوف الوصفه اللي بعدها عشان حلوه قوي. قعدت اقول انا عايزه اعمل بتنجان وحشيه حاجه بروتين، طب اعمل ايه؟ عملنا البرغل وكان خطير خطير، اعتمدته تحفه. قلت طب ما اعمله بالفول الصويا، وصفه تتعمل باللحمه المفرومه قلبتها تماما ان انا اعملها بالفول الصويا. اصلا بتاعه مسقعه فول صويا بس مسقعه مختلفه تماما عن اي مش المسقعات بتاعتنا خالص. طيب تعالوا نقول المقادير. احتاج هنا 3 بتنجانات اللي هم طوال اللي احنا الرومي اللي احنا بنعمل مسقعه بيهم، كوبايه فول صويا واحده ماشي، احط عليها بقى شويه بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل الوان ممكن اشيله خالص لو مش عايزين، يعني قرن فلفل حار يديها طعم، ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، 7 بهارات، رشة قرفة، وعندي هنا كمان حبهان مطحون، ومعلقتين كبار صلصة، هريسة شطة طبعا اختياري، برضو جبنة موتزاريلا. وهعمل لها مرقة كده بسيطة عبارة عن ايه؟ صلصة، مكعبين مرقة خضروات، وبس كده، وهرشها بالبقدونس. الوصفة دي سهلة سريعة. طيب ليه الفول الصويا؟ فول الصويا يا جماعة يعتبر بديل نباتي فيه بروتين عن البروتين الحيواني، مليان طبعا الأحماض الأمينية اللي الجسم بيحتاجها علشان يخلق بروتين ويخلي كده جسمنا ينمو، بروتين بيدخل في تكوين الخلية عموما. طيب عايز أقول لكم إن ليه فوائد تانية غير إن هو طبعا مليان بروتين، إن هو بيحافظ على صحة الجسم من ايه؟ بيقلل الكوليسترول، عندي هنا كمان غني فيتامين كي، مضادات الاكسده، بيقلل الاصابه بمرض القلب او مرض القلب، الناس اللي عندها السكر هو مثالي للناس اللي عندها سكر لانه بيحافظ على مستوى نسبه مستوى السكر في الدم، مش طالعه نازله يحصل لنا هبوط لان نحس ان احنا جعانين، مش كده بس كمان الناس اللي عايزه تخس يعني مثالي جدا جدا، زيه زي البرغل زيه زي الفريك، غني قوي كمان بمجموعه فيتامينات ومعادن. وعايزه اقول لكم الناس اللي عندها هشاشه دايما الدكاتره بتقول لها ابعدوا شويه او الام في المفاصل عن البروتين الحيواني، ده مثالي جدا جدا لتقويه العظام وكمان بيقي من الهشاشه. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. احنا قلنا المقادير عندي، احط عندي هنا الطاسه على النار ونحط فيها شويه زيت زيتون قليلين جدا، زي ما بقول لكم بحاول دايما في الوصفات النباتيه انها تكون صحيه، بكافح والله. طيب هعمل ايه؟ هحط فيه معلقتين زيت زيتون بس، البصل بتاعي، الثوم، واقلب. تعالوا بقى اوريكم الفول الصويا اللي منقوع لحد كده، ما البصل عندي هنا والثوم. بصوا يا جماعه الفول الصويا ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن حاجه نقط رفيعه خشنه ماشي، اول ما بتتحط في الميه بتبقى طريه كده اهي، شايفين بتبقى طريه جدا. طيب هعمل ايه؟ هروح اعصرها كويس جدا اهي، وحطاها هنا عندي. عايزه اقول لكم الفول الصويا زي ما انتم شايفين ليه فوائد رائعه، دخلوه مره في الاسبوع مش هيقول لا، بديل للبروتين الحيواني اكتر من رائع، طعمه بيكون حلو قوي في الاكل. لو جربتوه في الاول ممكن ما تستوعبهوش، الفول الصويا لو جربتوه في الاول ممكن ما تستوعبهوش، لكن شويه البهارات اللي بنحطها عليه، التتبيله، بصل، ثوم، لا بيوصل. يعني انا بالنسبه لي حواوشي من احلى الحواوشي اللي بعمله حواوشي فول صويا، بيبقى رهيب. وزي ما انتم عارفين ان هو بيدخل في صناعه تصنيع البرجر من في برجر الشركات، بيدخل في تصنيع حاجات كتير جدا، لانه زي ما بقول لكم قيمه غذائيه عاليه، وبيسموه عايزه اقول لكم لحمه الغلابه، بيسموه لحمه الغلابه. طيب تعالوا هنا، خلاص كده خلصنا، نقلب كده عندي هنا، وابدا بقى اتبله علشان اديله الطعم. زي ما انتم شايفين كده هو ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، طعمه ملوش طعم خالص،
لكن انا بقى اللي اديله الطعم بشويه البهارات اللي انا احطها، رشه قرفه بقى، ثوم بودره وبصل بودره، رشه جوز الطيب، حبهان مطحون، 7 بهارات، الحاجات دي كلها تديني نكهه رهيبه ولا كاني بعمل لحمه مفرومه. وكل اللي استخدمته في الوصفه دي كوبايه، عايز اقول لكم بينفش، يعني انا لما باجي اعمل اكل لينا ربع كيلو يغرقني، ربع كيلو. ادي تقلبه تقلبه، ادي تقليبه اهو، وكمان اروح احط عليه بقى ايه الصلصه، هريسه الشطه اختياري طبعا. طيب زي ما بقول لكم احب اعتمد على الخضار. طب تعالوا كده نحط ايه شويه فلفل الوان هنا، ممكن جدا اخد شويه التحابيش دي اللي انا عاملاها فول الصويا بالخضار، صدقوني على شويه مكرونه على شويه رز هتتبسطوا بيه قوي. رشيت كمان فلفل اخضر طبعا اهو. اي حد هيدوق عندكم الاكله دي ما تقولوش ان هي فول صويا، سيبوه يستطعم ويدوق وبعدين قولولي قال لكم ايه، بس كده انا مش هقول غير كده، قولولي قال لكم ايه. طيب هاجي هنا عندي شويه ميه سخنه تمام، هحطها على مكعبين المرقه علشان يدوبوا لحد ما نخلص ونحشي. وعندي هنا كمان هحط عليها نقطه زيت ومعلقه صلصه. يلا بينا اهي، هسيبها بقى ايه تدوب المرقه، مرقه الخضروات. خلصنا كده، تعالي لي بقى يا بتنجاني، ما تاخدش وقت خالص، انا عملتها اهو معاكم من الالف للياء. البتنجان زي ما هو كده انا مش هشيل دي، ولكني انا ممكن اقصرها شويه اهو. هعمل ايه؟ بصوا بقى، هقطع بس مش هوصل ان انا اقطعها من الراس بتاعتها، فهمتوا الفكره ان هي تبقى عايزاها كده اهي مقطوعه بس اهي زي ايه المروحه. خطيره تمام، ادي اول واحده عندي هنا خلاص ده خلص. تعالوا طبعا الموتزاريلا هنا اختياري خالص، لو نظامكم الغذائي او لا ما عندكوش او مش حابين طعمها، يعني في حاجات كتيره انا ما احبهاش ابدا عليها موتزاريلا، زي مثلا ما تقوليليش حواوش عليه موتزاريلا، لا 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 حواوش يعني لحمه مفرومه. طبعا اذواق، في ناس تحب عليه موتزاريلا، في ناس تحب عليه حاجات اضافات كتير، بس انا بالنسبه لي حواوشي يعني لحمه مفرومه سك. شويه طبعا ايه الفلفل الخضر الخطيره، بصوا تبقى عامله ازاي مروحه. نعمل اخر واحده، يلا بينا. بتنجان طبعا يعني حديد، بتنجان يعني حديد. هعمل ايه بقى؟ تعالوا اهي ندوبها كده ونحطها هنا، دي المرقة بتاعتي عايزاها بسيطة كده، واحط عليها شوية مية تاني ورصص هنا البتنجان وحشيه. ليه؟ لانه مفتح يا جماعة اهو، حط عليه شوية مية عشان مش باصه مش لاقيه اهي، بس كده اه. وتعالوا بقى نحط فيه هنا ايه بقى البتنجان بتاعنا اهو اهو، وادي كمان دي اهي. طيب ايه عندي هنا؟ الطاجن هياخد 2، ماشي هياخد بقى معلقه، وابدا اعمل ايه احشي بقى. بصوا بصوا عندي هنا
الله. ارجوكم الوصفه دي تتجرب زي ما انا عاملاها كده بالفول الصويا، وبعدين اعملوها باللحمه المفرومه. الاول بالفول الصويا وقولوا لي رايكم فيها. تعالوا نجيب دي كده علشان نعرف نفتحها. بصوا بقى بقت مفتوحه ازاي، اهي مليانه بروتين. بروتين بروتين، بس بروتين نباتي زي ما اتفقنا. تعالوا نعمل اختها اهي، نفتحها كده. حاضر اهو، حلوه حلاوه. زي ما بقول لكم انا الصوص عندي هنا ولا حاجه، قليل جدا، لان انا حاطه هنا خضار، وبعدين انا عايزه البتنجان عندي هنا كانه مشوي اهو. ايه رايكم؟ رشه بقى ايه، موتزاريلا حلوه كده هنا. ماشي، اي حد عنده سكر الاكله دي مناسبه ليه جدا، اي حد عنده كوليسترول طبعا، مع مراعاه ان احنا حطينا جبن، مفيش حرمان. ولكن زي ما انتم شايفين انا حطيت ايه، معلقتين ولا حاجه اهو، صحيه صحيه من الدرجه الاولى.